السلام عليكم، تحية طيبة متابعينا الكرام. اليوم راح نحسب التكلفة التقريبية والقريبة للواقع لهيكل مساحة 200 متر طابق واحد وطابقين بطلب من الكثير من الأخوة الكرام. أخوة الكرام، المطلوب الدعاء والدعم فقط لنستمر معكم ونتشرف بكم. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله. بداية نبدي بالأساس. الأساس شريط ارتفاع 40 وعرض 60. السبيس نحتاج 4 سيارات، سعرهن يصير 500 ألف. الشفل والحادلة وفرش نايلون زراعي يصير 300 ألف. حديد التسليح نحتاج طنين، سعرهن يصير 1,700,000. النجار والحداد يصير حسابهم 1,500,000. صوب جاهز كونكريت سعر المتر 75، نحتاج 40 متر مكعب بالزايد يصير 3,000,000. وزن الأساس وبناء الباتلو وصب 10 سنتيم ولبخ الأساس وتسفيت الأساس والطابوق والعمل يصير سعرهن 1,500,000. دفن الأساس يكلف 400 ألف. هاي التكاليف اللي راح نخليها للأساس، تكاليف التقريبية. يعني الأساس شريطي 60 × 40 سنتيم. حديد التسليح الماس، التكلفة التقريبية، وأقول تقريبية لأن بعض قطع الأراضي تحتاج قشط وبعضها ناصي، تحتاج أكثر من 4 سيارات سبويس، لكن هذا التقدير الماشي على أغلب قطع الأراضي يكون 11 مليون. إذن الأساس الشريطي يكلف 11 مليون للميتين متر. ثانيا، البناء فوق الأساس لحد السقف. الطابق نحتاج 32 ألف طابقة، يصير سعرهن تقريبا 6 ملايين. الاسمنت نحتاج 8 أطنان بالزايد، سعرهن تقريبا 1,000,000. والرمل نحتاج سيارة واحدة كبيرة مع التعوازة، سعرها يصير بالزايد 250 ألف. الحدادية وتراتيب الخشب والهوائيات والباب الرئيسية المتر 50 ألف. عندنا تقريبا 50 متر مربع، سعرهن مع النقل والإضافات يصير 1,500,000. نعم أخي الكريم، أحجام الحدادية تختلف، بعض الأخوة يريدها كبيرة والبعض الآخر يريدها صغيرة. احنا نحسب بالزايد، العمل يكلف بالزايد من فوق الأساس إلى السقف 3.25 أمتار، يعني ارتفاع البناء 3.25 أمتار هو 1,000,000. هاي بالنسبة للعمل. إذن ستكون التكلفة التقريبية للبناء من فوق الأساس إلى السقف، يعني من غير السقف مع الحدادية والشراكيب مواد عمل 12 مليون. هاي تكلفة البناء. زين، ثالثا السقف. خلينا نشوف تكلفة السقف للميتين متر قد يكلف. نحتاج حديد تسليح 3 أطنان، سعرهن يصير 3,750,000. النجار والحداد ياخذ 3.25. الصب الجاهز المركزي تحتاج 40 متر مكعب بالزايد، احنا نحسب اخوان، سعر المتر المربع 75 ألف، يعني يكلف 3 ملايين. الكهربائيات والنواعم 1,000,000. اذا راح يصير عندنا السقف راح يكلف عندنا السقف 11 مليون. سقف الميتين متر 11 مليون، يعني ويا المخدة وترتيبها والدرج. رابعا الستارة والتشريفة او الوارش مع البيتونة. الستارة 4 انجات تحتاج 6,000 طابقة. البيتونة خلي نقول 4 × 5 9 انجات تحتاج 5,000 طابقة، يعني راح نحتاج 11,000 طابقة. فلوس نصير 1,750,000. رمل نحتاج تيكس سعره 250. الاسمنت نحتاج 4 أطنان، سعرهن يصير بالزايد 500 ألف. تصعيد المواد والنواعم 500 ألف. سقف البيتونة يكلف كرسته وعمل 1,000,000. شباك وباب البيتونة 500 ألف. أعمال البناء الشغل يعني يكلف 1,000,000 دينار. هاي بالنسبة للستارة والبيتونة، يعني البيتونة والستارة راح تكلف بالزايد 5,500,000 للميتين متر. حاليا كمل هيكل طابق واحد وصارت التكلفة التقريبية هي 40 مليون. هذه التكلفة التقريبية لهيكل بمساحة 200 متر طابق واحد مع البيتونة والستارة. إذا طابقين قد تصير التكلفة؟ هسه راح نحسبها بالنسبة للطابق الواحد. هسه راح نجي نحسب إذا طابقين 200 متر قد يكلف. حتى نحسب التكلفة التقريبية لطابقين، ركز يا طيب. تكلفة الطابق اللي كملناه نطرح منه الأساس والبيتونة والستارة، وراح يطلع عندنا 23 تكلفة الطابق الثاني من غير الأساس والستارة والبيتونة. يعني تكلفة الطابق الثاني واحدة راح يكلف 23 مع إضافة 1,000,000 تصعيد المواد والنواعم،
يصير 24. إذا أخوتي الكرام الطابق الواحد هيكل مع الستار والبيتونة يكلف 40 مليون، أما الطابقين مع الستار والبيتونة راح يكلف 64 مليون، يعني الطابق الثاني كامل مع الستارة والبيتونة 64 مليون. ملاحظة هامة أخوتي الكرام، هذا التقدير التقريبي والقريب للواقع. نعم اختلاف الخرائط وجودة المواد تأثر بزيادة أو نقصان هذا الحساب، وكذلك يجب الأخذ بنظر الاعتبار هذا الحساب أنت من يدير العمل وليس مقاول أو مهندس أو شركة. لا تنسوني ووالدي من خالص الدعاء، ولا تنسون الدعم لهذا المقطع لكي يصل الكثير من الناس المحتاجة حساب تكاليف هذه المساحة. تحياتي لكم، أخوكم المهندس عماد رحيم العبادي، حياكم الله.